تعودتوا كتير انكم تشوفوني بفيديوهات خاصة عن الرياضة ومختصة بكرة القدم وتحليل هذه اللعبة. حطول عليكم اليوم بشي جديد، شي يمكن لأول مرة تطلفي عليكم كمشاهدين. كتار منكم يمكن ما بيعرفوا، هيك بدي احكي لكم باختصار وإيجاز عني، انه أنا عندي أبحاث كتير بأمور المرائيات، مهتم كتير بهذا الموضوع وبصنف حالي بكل تواضع خبير بأمور الموارائية. اليوم بدي أحكي عن ثلاث مواضيع. موضوع شغل الرأي العام مؤخرا هو اختفاء الدكتورة مايا صبحي، وعن الأمور اللي بحدث فيها الدكتور محمود صلاح، الدكتور علي منصور الكيالي، وكمان عبد الدائم الكحيل. ما شاء الله كلهم دكاترة، غريب او صدفة او شيء. رح بلش اليوم، اول شيء رح احكي فيه هو موضوع اختفاء الدكتورة مايا صبحي. رح نكشف الحقيقة، بوعدكم انه الفيديو يكون على ذوقكم. بالحقيقة هو لا اختفاء ولا من يحزنون، مايا صبحي ما اختفت، مايا صبحي موجودة يمكن، او يمكن عملت كم مقابلة على التلفزيون وخلص حكيت اللي بدها تحكي وما بقى في شيء تحكي. البعض بيقول انه لأنها كشفت اسرار، كشفت ممنوعات، كشفت اشياء محظور الكلام والحديث عنها. ما شاء الله. كمان صاحبنا الدكتور محمد صلاح، لا هيداك بيلعب فوتبول، محمود صلاح، بيقول انه بيجي تهديدات. يعني اسمعوا منيح شو بيقول. انا خايف بس يكون بيجي لك رسائل تهديد، اعترف. يعني حصل yeah. حصل ولكن يعني الواحد بيسيبها على الله، يعني من النون نمبر كده وصل حاجه او حاجتين ده مؤخرا فاتت. من اسبوعين وكده، يعني ده بعد ما ابتدينا نشتغل. نص الرساله ايه؟ لا عادي يعني، ستوب توكينج اباوت ذس. ده رسالة ليست يعني باللغة العربية. لا خالص، يعني انت ليك حدود ما تتعداش الحدود بتاعتك. ليك حدود تتحدث فيها، لا تتحدث اكثر مما. طب هل قالوا لك الحدود ايه؟ لا. ما وضحوش حاجة خالص. يعني ايه الحتة اللي مزعلت مين؟ يعني ايه زعل مين؟ هو واضح ان دايما كشف الحقائق او ان احنا نتكلم في حاجات مسكوت عنها من زمان ومحدش بيحب يتكلم عنها بيثير قلقهم. برضه مبني للمجهول. ما هو لازم يفضل مبني قلقهم. خلاص خليه مبني المجهول لحد دلوقتي، هنخليه مبني المجهول لحد ما نتاكد تماما ان هو بقى معلوم. علشان احنا من شويه برضو كنا بنتكلم يمكن اسبوعين ثلاثه على الدكتوره مايا صبحي، ثم اختفت مايا صبحي، وقلت لك اوعى نختفي احنا كمان لا احنا لحد دلوقتي موجودين. اقول حاضر. ما تعرف يا راجل، ببساطه الامور نحكيها ببساطه، ما بدي فوت بتعقيدات علميه ويعني اشياء اتوجع لكم راسكم. بكل بساطه المعلومات وكل شيء حكيت لكم اياها، الدكتوره مايا صبحي موجوده من عشرات السنين على بين ايدين الراي العام وبين ايدين الصحافه، وفيكم بهيك كل بساطه تكتبوا يا جوجل يا يوتيوب يا فيسبوك اللي بدكم اياه، بيطلع لكم كل المواد اللي حكيت فيها، وفي فيديوهات قبل ما تخلق مايا صبحي موجوده بين الراي العام. واليوم كمان هيدا محمد صلاح، مين محمد صلاح؟ محمود صلاح عم بيحكي انه كمان جاي تهديدات. يا رجل عم تحكي بامور غريبه جدا يعني، ومعروفه سلف حكين عنها. انا شخصيا الي مقالات علميه وابحاث علميه موجوده على اليوتيوب وموجوده بالصحافه، معروفة من عشرات السنين، ما بيحكوا عنا بالطفل المريخ وهديك بتقلي الرماديين. أول شيء الأخطاء العلمية اللي عم توقعوا فيها هي قصة الرماديين. لا معلومة لكم، الرماديين منهم من سكان جوف الأرض، الرماديين من فوق. هيدا أولا، وهديك بقول لك طفل المريخ، طفل المريخ اللي اختفى كمان قصة كتير معروفة، قصة كتير قديمة، قصص عم بتنكشوا قصص من التاريخ. يعني أحدث موضوع عم تحكوا فيه عمره حوالي 40 و50 و60 و70 و80 سنة، يعني أحداث من ما قبل الحرب العالمية الأولى عم تطرحوها بين إيدينا، وعم بتقولوا إنكم كشفتوا المستور، كشفتوا الممنوع، كشفتوا المجهول. إيه لا مجهول ولا شيء، يعني بدكم تكشفوا مستور وبدكم تكشفوا مجهول، في عندكم قضيتين لهلأ العلم عامل بلوك عليهم، الرأي العام عامل بلوك عليهم،
كل الكوكب كل العالم ما معه خبر فيهم، يعني مرقوا هيك مرور الكرام بين الاعلام. هن قضية زوار من كوكب يومه، حكيت عنها بمقالات كتير، والتانية قضية بيلي ماير وتواصله الدائم مع المخلوقات الفضائية. هيدي القضيتين اتفضلوا شوفوا الجديد عنا، اتفضلوا احكوا المستور عنا، اتفضلوا شوفوا هالقضايا المفصلة، يعني خاصة زوار كوكب يومه في بين ايدينا أدلة ملموسة، أدلة دامغة، أدلة فيزيولوجية بالمعنى الفيزيكال ايفيدنس موجودة بين ايدينا وما حدا بيحكي فيها. بعضكم بتحكوا لي بنظر وبقال فلان وقال علان، كما وانه بيلي ماير كمان بين ايديه في أدلة ملموسة، أدلة حسية فيزيولوجية من صور فوتوغرافية من داخل المركبات الفضائية، من فيديوهات عجز كبار العلماء او المختصين انهم يقولوا انه هيدي فيك او غير صحيحه. هلا بدنا نروح لقصه الدكتور عبد الدائم الكحيلي اللي انا كثير ميال للخط اللي بيحكي فيه. الدكتور عبد الدائم الكحيلي بيجيب لنا اشياء من القران الكريم وبيفسرها وبيقول انه والله بالنسبه للمخلوقات الفضائيه هذا الموضوع اللي بدي احكي فيه ما بدي احكي عن اشياء ما بفهم فيها، بس اللي بفهم فيها هي المخلوقات الفضائيه والامور المورائيه. الدكتور كحيل بقول لك انه نحن انا بجيب لك ايه من القران بتقول يعني ومن الارض مثلهن، بيقعد بيحكي وبيقول وبيفسر. طبعا انا مع كل الاحترام له وكثير بحبه، انا مدعم يعني انا ميال له، فما عندي كثير يعني قصص سلبية لإله. أما بخصوص الدكتور منصور الكيالي، علي منصور الكيالي اللي هو المهم مسمى حاله دكتور ما بعرف ليه، بيقول لك بيقعد بيجيب لك يعني بمخولك بتفسيرات اللغة العربية إنه لا هيدي لازم قبل هيدي هيدي قبل. الناس ما بدها هيك يعني، الناس ما بدها انه تقعد تقلها لغوي. في كتير ناس ما بتعرف باللغة العربية، في كتير ناس ما بتفهم شو التفسيرات، شو المنطق اللي عم تحكي فيه. الحمد لله نحن بنعرف وبنفهم بهالامور، من عند حالنا بنفهم. طيب اللي بدي اقوله بخلاصة الحديث يعني حتى ما طول، انه نحن لحتى نكشف هيدا الموضوع، لحتى نكشف هيدي الحقيقة، ما نفوت بخبايا اللغة العربية اللي هي أكثر لغة معقدة محكية ومقروءة ومكتوبة بتاريخ البشر، لغة كتير معقدة. فمش كل واحد بيعرف عربي بيصنف حاله مفسر لغة، يمكن استاذ عربي هو الدكتور كيالي وغيره، استاذ عربي ويعني مدقق عربي، بس في اشياء بدها أهل علم. مصنف حالك علم ودكتور ماشي باختلفنا، بس يعني هذه كمان حطوها براسكم، أهل العلم والمفسرين واللي بيعرفوا بهذه الأمور ما بيطلعوا على الإعلام، ما بيطلعوا على السوشيال ميديا وبيحكوا وبيقولوا. ليش؟ لأن هذه الأمور مقدسة إن صح التعبير. هلأ بتقولوا أنه طب ما هي أنت عم تطلع وتحكي وتكشف المصور. لا أنا ما عم بطلع، أنا عم بطلع بس هيك لوضح للرأي العام وقل لهم شو عم بيصير. هذا تانيا. ثالثا لحتى انت تكشف وتوصل للحقيقة بدك امر وحيد فقط لا غير، ترك لي موضوع الدين على جنب وخذ الامور بالعلم والعقل، لانه ما في حدا من بعد يعني كبار الاسلام وكبار العلماء المسلمين ما حدا اجى من بعضهم وفسر مزبوط شو اللي عم بيصير. فترك لي الدين على جنب وتعا نحكي علم ومنطق ومخ يشتغل. شو المانع يكون في مخلوقات فضائية؟ العلم بيقول لك ما في اي مانع. طيب تقلي انت طيب هولي كتير بعاد يعني وشتانة ما بين في حال وجده شتانة كيف بدنا نوصل له؟ طالما انت عم بتفكر بطريقة بشرية او بطريقة بالعلم يلي بين ايديك او بطريقة محدودة، واحد زائد واحد بيساوي اثنين محدودة، ما بتطلع من هيدا المنوال. وطالما انت عم بتقول خلص اينشتاين على حق، اينشتاين لا يخطئ، يعني كأنه كمان عم بقول اياه كتاب منزل، فانت ما رح توصل لأي مطرح. بدك تفكر بطريقة يعني تطلع من شو بيقولوا لها، تطلع من
يعني المنطق يلي انت فيه لا تخترع اشياء جديده. طبعا هيدا الشيء كتير كتير موجود، يعني اذا بدكم تفكروا شوي كمان بهذا الموضوع او تقولوا هيدا شو عم يحكي عم يخرف، طب فوتوا على اليوتيوب او فوتوا على الجوجل او وين ما بدكم كمان بالسوشيال ميديا، اكتبوا اطباق سيرل. هذا العالم يلي تم ما بعرف شو عملوا فيه، اخترع يعني مثل ما يشبه تقنية الصحون الطائرة يلي بنشوفها. سيرل عمل انجاز يعني اكتشف، ما حنفوت بتفاصيل لا مثل ما قلت قبل ما بدي عقد المشاهد، اكتشف امور انك تقدر تعمل مسيرة او اي فيكل او اي شيء بيطير ما بيحتاج لطاقة، يعني ما بيحتاج لوقود، ما بيحتاج لأي نظام بروبوشن أو دفع إلا عن طريق يعني ذرات وجاذبية. ما بدي عقدكم كتير، أنا بعرف شو عم بحكي بس ما بدي عقدكم كتير. وبتوصل سرعتها لفوق ضوئية، وعمل تجربة بحضور عسكريين أمريكان وعمل تجربته وفرج العالم انه وطلعت النتيجة انه الاطباق يلي طيارة بوجود الرسميين والعسكريين الامريكان اختفت بالفضاء الخارجي كدليل دامغ انه في عنا تقنية مخفية. وين ما يصبح تحكي عن هالموضوع؟ وين محمد صلاح؟ برجع بقول محمد صلاح، وين محمود صلاح يحكي عن هذا الموضوع؟ وين دكتور عبد الابد، الدكتور كحيل، وين دكتور كيالي يحكي عن هالموضوع؟ شغلين يغالون جوف الأرض، أرض مسطحة، يخلقوا ما تعلمون، هيدا ومن الأرض مثلهن. لا ما خلينا يعني شوي هيك نعرف شو نحكي ونعرف شو نقول. بالنهاية كمان بدي أرجع شدد على موضوع العلم وموضوع يعني ابعاده شوي عن الدين، او اذا بدنا نوصل يعني لحقيقة، بختم حديثي، اذا بدنا نوصل لحقيقة علمية مطلقة وخلص نحسم الشك باليقين، بدنا ندمج العلم بالدين. وحاليا هذا الأمر مستحيل طالما في خلافات كتير كبيرة بين الأديان، وكتير كل واحد فاتح حسابه دين وحسابه تفسير بكل الأديان، يعني مش بس الإسلام، بكل شيء فاتحين حسابكم، فما في نتيجة، ما حنوصل أبدا أبدا إلى أي نتيجة مرضية. فبالعقل والعلم مثل ما شرحنا ومثل ما قلنا بنكشف الحقائق. وين المختفيين؟ ما مختفيين ولا شيء يا عم، هيداك بيقول لك اجاني تهديد، وهيداك بتقول لك اختفيت، وهيداك بيقول لك هول اشخاص عم بيفتشوا على ريت ونسب مشاهده عاليه ليربحوا من اليوتيوب، ليربحوا من السوشيال ميديا، ليربحوا من الدعايات والاعلانات. فشو اختفوا؟ اختفوا لانه اخذوا مصاري وخلص انتهت الأمور. يعطيك العافية، باي باي يا حكم.